الخير مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان. يوم جديد، حلقة جديدة من ملاعب الأبطال على الهواء مباشرة. هنكون مع حضراتكم على مدار ساعة ونص، حاجات كتير جدا النهاردة أكيد هنتكلم فيها. كل طبعا المنافسات من داخل كل الصالات وجميع الملاعب العالمية والأفريقية والعربية، وبالتأكيد المسابقات والبطولات المحلية، استعدادات كمان منتخباتنا في كل الألعاب الرياضية. ودايما شعارنا هنا في ملاعب الأبطال إن زي ما ملاعبنا كتير أبطالنا أكتر بكتير. ضيف حلقتي النهاردة واحد من نجوم كرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر، كابتن محمود خليل فلفل أو الشهير بفلفل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد المتوج مؤخرا طبعا ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد. مشوار طويل مع كرة اليد، بطولات أكتر حققها في مسيرته في واحدة من الألعاب اللي مصر تتميز بيها بشكل كبير جدا على المستوى القاري والعالمي. هيكون حوارنا النهاردة معاه في الجزء الثاني بإذن الله من حلقتنا، وكلام كتير جدا النهاردة مع فلفل كرة اليد وحوار من القلب. فقرتنا الحوارية الساعة 9:30 النهاردة بإذن الله، يعني تقريبا بعد أقل من ربع ساعة من دلوقتي، على صالة كيجالي في رواندا فريق الزمالك لكرة السلة هيواجه فريق اتحاد المانشستر التونسي في مباراة الدور قبل النهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة أو بطولة البال، بعد تغيير المسمى والنظام وأصبحت بتقام تحت رعاية رابطة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة الـ NBA. الزمالك هو حامل لقب طبعا النسخة اللي فاتت من البطولة، وكان حقق لقب البطولة العام الماضي بعد الفوز في مباراة النهائي كان على اتحاد المانشستر التونسي اللي هيواجهه كمان ربع ساعة بنتيجة 76-63. لكن المرة دي الفريقين بيواجهوا بعض في الدور قبل النهائي. أكيد بنتمنى التوفيق لفريق نادي الزمالك، يقدر إن شاء الله يوصل لنهائي البطولة ويقدر يحافظ على لقبه ويشارك مرة تانية في كأس العالم للأندية بعد مشاركته في النسخة اللي فاتت اللي أقيمت طبعا في مصر. أكيد كلنا فاكرين البطولة بمشاركة 4 فرق وحقق الزمالك المركز الرابع. كانت بطولة قوية جدا، كانت مشاركة نادي الزمالك فيها أعتقد شيء محترم وشيء مشرف جدا ممثل قارة أفريقيا. أكيد أنك تكرر الفوز بالبطولة للمرة الثانية وفي الأجواء دي وتوصل لكأس العالم للمرة الثانية، ده أمر مهم جدا جدا. وزي ما احنا شايفين ومتابعين في اهتمام كبير جدا بالبطولة، قنوات On Time Sports حريصة دايما على نقل كل الأحداث وطبعا على نقل الحدث، ومتواجدين معاكم في كل الملاعب والصالات سواء داخل مصر أو خارجها ومع كل الأندية المصرية. شفنا إذاعة نهائي كاس طبعا الكؤوس الأفريقي لكرة اليد كان بين الزمالك والأهلي، واهتمام بمشاركة الزمالك اللي بيمثل مصر في البطولة، والفوز بيضاف لسجل الأندية المصرية والبطولات المصرية. أكيد متابعين مع حضراتكم خلال حلقتنا النهاردة أحداث المباراة أول بأول، والزمالك استعد للمباراة في الحقيقة بشكل جيد جدا. زي ما قلت لحضراتكم في حلقة امبارح أن المحترف النيجيري ديوجو تمثل الشفاء، وأكيد هو من الأوراق الرابحة، شارك امبارح في التمرين وخضع لبعض التدريبات الاستشفائية، وهيكون لي أكيد دور في جزء من المباراة النهاردة. لاعب مهم جدا ووجوده أكيد هيكون مؤثر مع نادي الزمالك في مواجهة واحد من الأندية
مواجهتها بتبقاش سهلة. اتحاد المانشستر التونسي عنده برضو مجموعة من اللاعبين القويين جدا، واللي كان طبعا مواجهة الزمالك ليه في نهائي البطولة الموسم اللي فات، طبعا ده في دوري أبطال أفريقيا بالنظام الجديد تحت رعاية الـ NBA، كانت أول نسخة منه السنة اللي فاتت، وأول بطل كان الزمالك. كان مشوار الزمالك في البطولة دي مشرف بشكل كبير جدا. كان نظام البطولة لو تفتكروا معايا ثلاث مجموعات، تصدر الزمالك المجموعة الثالثة بالفوز في أول مباراة، كان على فريق فيروفيارو بيرا من موزمبيق، كانت النتيجة 55-71. المباراة الثانية للزمالك فاز على الجمارك السنغالي بنتيجة 86-62، ده الموسم اللي فات، المباريات اللي بقول لحضراتكم عليها دي. في المباراة الثالثة الزمالك فاز على المجمع الرياضي البترولي الجزائري، الفريق الجزائري بنتيجة 97-64. في مباراة الدور الربع النهائي فاز الزمالك على فريق فاب ياوندي الكاميروني بنتيجة 82-52، ده اللي خسر النهاردة مباراة قبل النهائي أمام بترو رواندا الأنجولي. وطبعا بطل أنجولا يعني هو اللي وصل للنهائي، بمنتظر اللي هيفوز من مباراة النهاردة ما بين الزمالك واتحاد المانشستر، يتمنى إن شاء الله أن يكون الطرف الآخر في النهائي نادي الزمالك. كل المباريات اللي بقول لحضراتكم عليها فاز عليها نادي الزمالك دي كانت في السيزون اللي فات. كانت مباراة الدور قبل النهائي فاز الزمالك على بترو أتلتيكو لواندا الأنجولي ب 89-71، وفي المباراة النهائية فاز الزمالك على اتحاد المانشستر التونسي ب 76-63. ووصل الزمالك طبعا للمرحلة النهائية من منافسات النسخة الحالية. التتويج اللي على الشاشة ده السنة اللي فاتت طبعا، كان يعني النسخة الجديدة تحت رعاية الـ NBA، كان فريق الزمالك صاحب اللقب في أول نسخة تحت رعاية الـ NBA. شايفين طبعا أبطالنا اللي بيشاركوا النهاردة للمرة الثانية في نفس البطولة، النهاردة بيلعبوا دور قبل النهائي مع اتحاد المانشستر. اتمنى ان شاء الله النهاردة يكون الفوز حليف نادي الزمالك. في النسخة الحالية مجموعة النيل اللي اقيمت مبارياتها في مصر، تم تقسيم الفرق لمجموعتين، كل مجموعة فيها ست فرق. البداية كانت مع الزمالك بالفوز على فريق كوبراسبور الجنوب سوداني، كانت بنتيجة 63-80، وبنتيجة الفوز ده على فريق كيب تاون الجنوب أفريقي برضو كان الفوز بنتيجة 101-77، بنتيجة بعد كده الفوز على بترو لواندا الأنجولي اللي وصل للنهائي النهاردة صاحب الطرف الآخر من النهائي ب 85-72، وبعد كده الفوز على فريق فوكاش ب 101-92 الفريق الكونغولي، وبعد كده الفوز على بابيا ويندي الكاميروني بنتيجة 77-63، وفي الدور ربع النهائي فاز على فريق سلاك الغيني بنتيجة 66-49. مشوار طويل ومهم للزمالك في البطولة الأفريقية اللي بالمناسبة كان حقق لقبها طبعا بعيد مرة واثنين وثلاثة، لعله يكون خير إن شاء الله ويكون النهاردة الفوز حليف نادي الزمالك في لقبها بالنظام الأديب، مرة في عام 1992 وأول فريق مصري حقق لقب بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة، كان الاتحاد السكندري، ده كان من زمن شوية 1987. الجزيرة كمان نادي الجزيرة حقق اللقب مرتين والأهلي مرتين، ولكن الزمالك بيبقى هو الفريق الوحيد في أفريقيا اللي حقق البطولة بالنظام الجديد اللي قلت لحضراتكم كان بيطبق لأول مرة السيزون اللي فات. ونتمنى إن شاء الله لنادي الزمالك التوفيق يقدر ان هو يكون النهارده صاحب يعني الطرف الاخر من المباراه، وان شاء الله قادر على تخطي اتحاد المانشستر التونسي النهارده في مباراه اليوم والوصول للمباراه النهائيه
وهو بيمتلك الإمكانيات وعنده مجموعة مميزة من اللاعبين، عنده مجموعة كبيرة في الحقيقة. يعني لو هقول لكم بعض الأسماء مش عايزة أنسى حد، يعني عنده أنس أسامة لاعب قوي جدا، كيجو، إسلام سالم، مهاب ياسر، محترفين، عندك سوسة، عندك ديوجو، عندك ماكيني، أسماء كتير طبعا تحت قيادة المدير الفني الأمريكي ويليام فويت. وفي الحقيقة يعني أكيد المنافسة النهاردة مش هتكون سهلة، ولكن مجموعة النجوم دول قادرين على النهاردة تخطي اتحاد المانشستر التونسي إن شاء الله الوصول للمباراة النهائية، ويكون للموسم الثاني على التوالي نادي الزمالك صاحب اللقب، ويقدر أنه يحافظ على اللقب السيزون ده. سؤال حلقتنا النهاردة: توقعاتك لمباراة الزمالك واتحاد المانشستر التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة. خلينا نشوف متابعينا قالوا إيه النهاردة. يوسف أحمد بيقول الزمالك هيفوز ويوصل للنهائي. عبدالله صلاح مساء الخير عليك، بيقول أتوقع فوز الزمالك. عادل عبد الحميد بيقول فوز الزمالك فهو ممثل مصر. والمهاجم عبدو سمير زهران مساء الخير عليك، بيقول أتوقع فوز الزمالك إن شاء الله ويوصل للنهائي. عبدو سمير بيقول أهلاوي وأفتخر، بيدعم نادي الزمالك بشكل كبير، كل التوفيق إن شاء الله لنادي الزمالك. كل يوم بيكون معانا أسطورة رياضية كتبت التاريخ في مشوارها الرياضي، وبنسبة طبعا خوض نادي الزمالك لمباراة الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة السلة. يعني فضلنا أن يكون أسطورتنا النهاردة في كرة السلة هو لاعب الأمريكي الأسطوري كريم عبد الجبار، أطول لاعب في تاريخ اللعبة وصاحب الأرقام القياسية الكبيرة جدا، وحقق دوري الـ NBA لكرة السلة الأمريكي 6 مرات كلاعب ومرتين كمساعد مدرب، وتاريخ طويل حتى أنه صنف أنه من أعظم 3 لاعبين في تاريخ كرة السلة. تعالوا نتعرف أكتر على أسطورتنا النهاردة، أسطورة كرة السلة الأمريكي كريم عبد الجبار. نرجع مرة تانية مع حضرتك. عندنا أخبار كتير جدا في حلقتنا النهاردة، ولكن خليني أقول لحضراتكم إيه أبرز عناوين الأخبار. إنبي يحقق لقب بطولة الأندية الأفريقية لتنس الطاولة. وصول الفوج الأول لبعثة منتخب الشباب لألعاب القوى. ميار شريف تنسحب من بطولة رولان جاروس بسبب الإصابة. الكونغ فو يغادر القاهرة للمشاركة في البطولة الأفريقية بالجزائر. الجودو جاهز لبطولة أفريقيا بالجزائر. الأهلي يواجه أسك ميموزا في ثمن نهائي البطولة الأفريقية للطائرة للسيدات. انطلاق مسابقات الأولمبيات الخاص المصري بمنطقة الجيزة بمشاركة 250 لاعب. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل.
الازازه في النهايه لن يحصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. نبتدي أخبارنا من الألعاب الفردية. نادي إنبي لتنس الطاولة حقق لقب بطولة الأندية الأفريقية لتنس الطاولة المقامة حاليا في مدينة لاغوس بنيجيريا بعد الفوز في المباراة النهائية على بطل نيجيريا ريمو ستارز النيجيري بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية للبطولة. مثل فريق إنبي أحمد نديم، إسلام سومبول، علي غلاب ومؤمن الأوز والمحترف الفرنسي أنتوني كيلمنت. ودي المرة الثانية في تاريخ الفريق بيحقق لقب البطولة وبيشارك إنبي في البطولة ممثل وحيد عن مصر في البطولة. كل التوفيق لكل الأندية المصرية في كل البطولات اللي بيشاركوا فيها ويحققوا إنجازات وبطولات أكتر وأكتر بإذن الله. هنا في مصر كان في ختام نهائي الدورة المجمعة لتنس الطاولة كان بين الأهلي وإنبي واللي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1. ودي كانت آخر يعني ده كان آخر استعداد لفريق إنبي قبل ما يسافر للبطولة الأفريقية في نيجيريا. خلينا نشوف اللقاءات من البطولة وكان استعداد إنبي زي فوز نادي الأهلي عليه. خلينا نشوف ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. لعبهم في الفاينل هم ونادي الزمالك، الحمد لله قدرنا نكسب الدوره المجمعه الاولى. نفرح كده النهارده ويومين ثلاثه ان شاء الله نستعد للدوره المجمعه الثانيه ان شاء الله من يوم الاحد، عشان الدوري ان شاء الله الدوره المجمعه الثانيه يوم 30 في اسماعيليه ان شاء الله نقدر يعني نحافظ على اللقب ونتوج باللقب ان شاء الله. احنا كل سنه مركزين ان احنا نكسب الدوري، دي البطوله المفضله لينا. نادي الزمالك السنه دي كان جايب لاعب محترف، فكنا الاستعداد السنه دي كان بشكل خاص زي البطولات العربيه والبطولات الافريقيه. فالحمد لله زي ما بقول لك قدرنا نتوج بالدوره المجمعه الاولى. نفرح النهارده ويومين ثلاثه ان شاء الله نستعد للدور المجمعه الثانيه عشان نقدر برضو نحسب اللقب ان شاء الله. مباراه صعبه طبعا جدا، النادي الاهلي 3 لعيبه من منتخب مصر، الماتش صعب وكان فريق الزمالك برضو فريق قوي وجايب محترف، فبطوله كلها يعني دي اصعب بطوله مثلا من 8 سنين، دي اصعب دوري موجود. فالحمد لله يعني بشكر ربنا على الاداء. البطوله كانت قويه من النواحي الفنيه، يمكن بيرجع ده لان معظم اللعيبه اللي هم في انديه الاهلي والزمالك وانبي دول منتخب مصر متقسمين على الثلاث انديه دولت، عشان كده المنافسه كانت قويه. يمكن احنا عندنا بطولات بعد كده الانديه الافريقيه كاس افريقيا، دي بتخلينا ان احنا نقول ان الحمد لله ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي بتاهلهم وبنعتبرها اعداد جيد للبطولات دي. بعد كده عندنا بطوله المجمعه الثانيه هتكون من 30/5 ل 1/6 ان شاء الله في الاسماعيليه، ودي هتبقى رجال وسيدات. اتمنى ان الدوره المجمعه الثانيه تكون زي دي واحسن كمان ان شاء الله باذن الله في المستوى الفني والتنظيمي برضو ان شاء الله. طبعا المباراه النهارده قويه فعلا زي ما حضرتك قلت، وان شاء الله باذن الله ده تعب موسم فعلا بجد الفتره اللي فاتت. الحمد لله الولاد بتوعنا ادوا بشكل ممتاز وبشكل كويس. البطوله مضغوطه، البطوله يوميا 2 مباراه، فطبعا فيها صعوبه، 7 مباريات في خلال 3 ايام، هي فعلا ضغط. احنا اشتغلنا على كده فعلا طول السيزون، بس احنا الحمد لله النهارده ادينا برده كويس، وان شاء الله لسه في دوره ثانيه ولسه في حسابات ثانيه. ربنا يسهل باذن الله ان شاء الله، نحاول باذن الله نعمل افضل حاجه الدوره الثانيه ان شاء الله، هتبقى في الاسماعيليه كمان اسبوع. وبرده عايز انوه على حضرتك ان احنا عندنا بطوله انديه افريقيه، احنا حامل لقب افريقيا نادي انبي، رايحين بعد بكره، رايحين يوم الاحد ان شاء الله، وربنا يسهل باذن الله ان شاء الله. طبعا مباراه قويه جدا دي، احنا بنلعب دلوقتي نهايه الدوره المجمعه الاولى مع النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا حامل اللقب، واحنا بقالنا سنين يعني 6 سنين في منافسه مع النادي الاهلي، الفاينل هم اول واحنا تاني.
طبعا يعني دي نهاية الدورة المجمعة الأولى، فهم قدروا يفوزوا علينا، وإن شاء الله في دورة مجمعة تانية بعد أسبوعين، فإن شاء الله ربنا إحنا هنستعد كويس ويعني ليها إن شاء الله. بس هي اللي في حاجة إن إحنا كمان 3 أيام إن شاء الله مسافرين بطولة الأندية الأفريقية في نيجيريا، ونعتبر إحنا الفريق نادي إنبي الممثل الوحيد من مصر فيها إن شاء الله، وإحنا حاملين اللقب، خدنا فزنا بالبطولة دي من 2 سنين، ورايحين السنة دي كمان إن شاء الله في نيجيريا في لاجوس إن شاء الله، يعني هنريح بس يوم واحد ونستعد تاني، ومسافرين بعد 3 أيام إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله الدورة المجمعة الأولى كانت دورة قوية زيادة المرة دي، علشان نادي الزمالك جايب لعيب محترف قوي ياباني يعني أصله ياباني، هو متجنس برازيلي. ماتش كان جامد جدا معاهم، بس الحمد لله ربنا اكرمنا وقدرنا نكسب 3-0، يعني قدرنا اللعيبه بتاعتنا تكسب اللعيب المحترف طبعا. وكملوا بقى يعني، هم لعبوا الكلام ده امبارح مع الزمالك، والنهارده كملوا المشوار وكسبوا انبي الحمد لله، قدروا يكملوا ويكسبوا انبي النهارده 3-1. ماتش انبي ده من اصعب الماتشات عندنا في الدوري، الحمد لله ربنا كرمنا، وبرده ربنا كرمنا امبارح في ماتش الزمالك، كانوا جايبين محترف رقم 30 على العالم برده، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبناهم برده 3-0، النهارده برده ماتش كسبنا 3-1، فده يعني حطينا رجل كبيره جدا، احنا ان شاء الله نبقى اول الدوري باذن الله في الدوره الجايه. فريق مصر تأمين فريق يعتبر من أقوى 4 فرق في الدوري حاليا، وكنا على تم استعداد يعني، ودي آخر ماتش في الدورة المجمعة الأولى اللي لعبه المحترف بتاعنا البرازيلي جوستافو تسوبوي، كسب لعيب من مصر تأمين عبد الرحمن حجاجي 3-0، واللاعب طبعا كبير أحمد علي صالح كسب مباراة بتاعته ضد محمد عز 3-2، وأنا كسبت كابتن سامح أبو العيلة 3-2 برضه. احنا بقالنا فترة طويلة بنجهز عشان ما كانش معروف بالضبط تاريخ الدوري هيبقى امتى، كان في بيقولوا هيبقى في رمضان، فاحنا كنا بنستعد من شهر 3 على أساس ان هو هيبقى في رمضان يعني، بس فاحنا بقالنا يعتبر قرب 3 شهور يعني بنستعد يعني، فاحنا كلنا كنا جاهزين الحمد لله، اللعيبه كلها يعني احمد اشرف، محمد وليد، سيد رمضان، محمد طارق، كريم العراقي، كله كان جاهز يعني. بنلعب مع فريق محترم، فريق مصر التأمين فرقه محترمه، والحمد لله احنا كسبناها 3-0، عشان يبقى احنا لينا الدوره الثانيه ان شاء الله، تبقى فرصنا برضو موجوده ان احنا ناخد الدوري ان شاء الله يعني. بنتمرن التمرين العادي بتاعنا اللي هو فتره واحده، وبنيجي قبل البطوله باسبوعين 3 كده، بنكثف الصبح وبعد الظهر. منتخب الشباب والشابات لألعاب القوى راجعين طبعا من تونس بعد المشاركة في البطولة العربية، وحققوا أبطالنا 18 ميدالية، 8 ذهب و7 فضة و3 برونز. امبارح كلمت معاكم على الإنجاز ده، وطبعا لسه في فرصة طبعا لتحقيق ميداليات أكتر من كده. مجلس إدارة اتحاد الألعاب القوى كان حريص على استقبال الأبطال في المطار، والتأكيد كمان على حرص الاتحاد على اللاعبين إن هم نواة المستقبل للعبة ألعاب القوى المصرية، ودعمهم بشكل كبير جدا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من على التليفون مع الأستاذ مجدي عبد البديع، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى. مساء الخير على حضرتك، وألف ألف مبروك النتائج اللي اتحققت لمنتخب الشباب والشابات حتى الآن. حضرتك ومشاهدتنا، استأذن حضرتك بس يعني تتحرك يمين شمال، يعني مكان فيه شبكة الصوت بيقطع. حضرتك سمعايا كده؟ سامعاني؟ انا سامعاك يا استاذ مجدي. حضرتك انا سعيد بحضرتك جدا ان انا داخل مع حضرتك المداخله الجميله دي، ودعم قناتكم المحترمه لاتحاد العاب القوى ولعبته وانجازاته المتواصله دائما باستمرار،
وان شاء الله في تقدم مصدر الاتحاد ان شاء الله في ظل تسليط الضوء من قناتكم المحترمه على الاتحاد وعلى لاعبيه. توفيق ان شاء الله. اكيد كلنا مبسوطين وفخورين بالانجازات اللي انتم حققتوها، ولكن يعني كلمني عن استقبال الفوج الاول النهارده، الابطال اللي وصلوا، كلمني كمان عن الانجاز والنتائج الجميله اللي محققها بسنت حميده، وطبعا نجمنا اللي كلنا فخورين بيه ايهاب عبد الرحمن. حضرتك هنتكلم مبدئيا على المنتخب المصري اللي مشارك في بطوله الشباب والشابات بدوري تونس البطوله العربيه، اللي لقت اهتمام كبير في الوطن العربي والدعم الكبير من معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، اللي صمم واصر على مشاركه المنتخب بكامل نجومه بكامل اللعيبه بتاعته، دعم كامل من وزاره الشباب والرياضه للمشاركه في هذه البطوله وهذا الحدث الكبير اللي بيتاهل منه لاعبتنا للبطولات العالميه ان شاء الله. انا بسم الله ما شاء الله، احنا دلوقتي ترتيب بسم الله ما شاء الله الاول حاليا 18 ميداليه، وفي انجازات ان شاء الله تتتالى ورا بعضها في المرحله اللي جايه. ان شاء الله احنا عاملين 18 ميداليه، متوقع ان الميداليات تزيد في بكره وبعده ان شاء الله. طيب هل في خطه يعني وضعتوها لباريس 2024 يا استاذ مجدي؟ الو. طيب واضح ان التليفون يعني في مشكله في الاتصال، نحاول طبعا نتواصل معاه مره ثانيه. الحقيقه ابطالنا محققين، يعني امبارح اتكلمت معاكم بسنت حميده 100 متر 200 متر مسجله رقم كمان باسمها، وده شيء مهم جدا ان انت تفرق بكم يعني جزء من الثانيه. ال 100 متر يا جماعه بيبقى يعني سبق صعب جدا ان انت تحقق فيه ميداليه، هي كمان سجلت رقم باسمها. ايهاب عبد الرحمن طبعا بطل الرمح، بطلنا المصري اللي كلنا بنبقى فخورين بيه، ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى مزيد من البطولات ومن الارقام. كده خلصت اخبار العابنا الفرديه، خلينا نعرف ايه اخر اخبار العابنا الجماعيه. نبتدي اخبارنا في الالعاب الجماعيه مع كره الطايره للسيدات من البطوله الافريقيه للانديه. لكره الطايره للسيدات المقامه في تونس، فريق سيدات الاهلي جاهز لمواجهه الغد امام فريق اسك ميموزا الايفواري في دور ال 16 للبطوله، بعد ما نجح سيدات الاهلي في تصدر المجموعه بعد الفوز على في المباريات الثلاثه على الواك الغاني ب 3-1، وبعد كده مباراته امام الجمارك النيجيري ب 3-0، واخيرا على الانابيب الكيني بنتيجه 3-1. بتضم بعثة سيدات طايرة الأهلي في تونس 13 لاعبة، شروق فؤاد، سهيلة وفيق، نهلة سامح، وزينة العلمي، ودعاء الغباشي، سارة أمين، مريم مصطفى، ندى وليد، آية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة العسقلاني، ومريم متولي، مي غزال، وكمان معاهم الجهاز الفني بيضم المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، رانيا عبد العزيز مدرب الأحمال. كان هنا في مصر ضمن البطولات المحلية للطايرة نهائي دوري الكرة الطايرة جلوس، اللي انتهى بتحقيق فريق الحرية ببورسعيد لبطولة الدوري بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الشرقية للدخان بنتيجة 3-1. دايما كاميرا ملعب الأبطال بتكون موجودة في كل البطولات، كانت موجودة طبعا في النهائي. خلينا نشوف لقاءات، نرجع مرة تانية مع حضراتكم. الم...
الماراثون بدأ أربع دورات مجمعة دي الرابعة. الحمد لله إحنا حصلنا برضو على الدوري العام السابق، كانت فرقة مستقبل اسكندرية بينافسنا، السنة دي الشرقية الدخان بينافسنا. الحمد لله الروح حلوة والمنافسة حلوة، بس برضو إحنا محتاجين اهتمام من سيادة الوزير بالاتحاد البارالمبي، دعم الاتحاد البارالمبي عشان احنا في اخر دوره اولمبيه في اللي قبل الاخيره اللي هي رود الجنوب، احنا محققين برونزيه في البرازيل على ارض البرازيل. طبعا بسبب جائحه كورونا اثرت علينا في اولمبياد طوكيو، خدنا مركز خامس على العالم، بس الحمد لله انا حصلت على افضل ليبرو في البطوله. احنا عامه في المجال بتاعنا اللي هي اللجنه البارالمبيه او الاتحاد البارالمبي، احنا عندنا عزيمه يعني وروح وحماس وما بنستسلمش، واديك شفت رغم ان احنا يعني التدريب قليل والاحتكاكات ما بين الدوره المجمعه اللي عدت ودي حوالي 3 4 شهور بعيده قوي، فالحمد لله اديك شفت اهو حماس وروح واحنا الحمد لله بنحب بعضينا، وان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه احنا بنوعدكم في بطوله العالم اللي هي في البوسنه والهرسك في شهر 11 ان احنا هنجيب ميداليه لمصر باذن الله. كانت مباراه قويه جدا طبعا، الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا وقدرنا ان احنا نحصل على بطوله الدوري الممتاز، وده مش جديد علينا، احنا ابطال الدوري نادي الحريه بورسعيد، ابطال الدوري بقالنا سنين كبيره. الماتش النهارده كان ماتش قوي مع نادي استر كومباني او شريال الدخان، نادي محترم، لكن الحمد لله خبرتنا اكبر بكتير من عشان كده قدرنا ان احنا نسير المباراه زي ما احنا عايزين، وقدرنا نفوز بنتيجه 3 أشواط مقابل شوط واحد. لسه اول موسم ليا مع نادي الحريه البورسعيدي، يعني عملنا موسم جامد جدا بصراحه، يعني هو الشوط النهائي ده من فريق استرن كومبري والحريه البورسعيدي، يعني هو الشوط اللي اتاخد مننا دوت، يعني ده كانت يعني هو لازم بيحصل اخطاء كده، وارد تحصل اخطاء في كل نادي، فالحمد لله يعني احنا ابطال الدوري، وان شاء الله يعني يبقى الموسم الجاي ان شاء الله يبقى موسم جميل ان شاء الله باذن الله. الحمد لله يعني نادي الحريه البورسعيدي ده يعني طبعا بطل الدوري كل سنه، ويعني بالنجوم اللي فيه يعني كلهم نجوم منتخب مصر يعني، وانا انضميت لمنتخب مصر الفتره يعني فتره كبيره، ويعني زادني شرف بصراحه وزادني خبرات ومعلومه، بس انا يعني ريحت شويه وان شاء الله راجع، يعني ان شاء الله يبقى في افضل مني باذن الله، وان شاء الله ربنا يكرمني واسافر، عندنا بطولة العالم إن شاء الله في شهر 11 اللي جاي، وإن شاء الله ربنا يكرمني كده وأبقى موجود في أولمبياد باريس فرنسا إن شاء الله 2024 بإذن الله. الحمد لله الموسم السنادي قوي جدا، إحنا خلصنا يمكن حسمنا الدوري من المرحلة الثانية، ولكن دلوقتي ده عشان ده يعتبر ديربي القاهرة إحنا والستر كامباني، ففرقة محترمة، فده كان نهائي يعني خاص بنوع خاص تاني يعني، والحمد لله حرصنا الدوري، والحمد لله يعني ماشيين في خطة كويسة جدا يعني الحمد لله. ان شاء الله احنا لسه بس المنتخب يتجمع باذن الله، احنا بنستعد لاولمبياد باريس ان شاء الله، في بطوله عالم هتبقى في شهر 11 عشان اتاجلت، فبنجهز ان شاء الله ونشوف المعسكر والجهاز الفني هيبدا امتى المعسكر عشان بنستعد ان شاء الله لكاس العالم وباريس ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا النهارده بالمباراه النهائيه، موسم طويل وشاق ادينا فيه بشكل كويس الحمد لله، لعبنا طبعا تقريبا 22 مباراه، احنا كبطل دوري خسرنا مباراه واحده، كل الفرق على اعلى مستوى، كنا بنلعب طبعا استر كومباني في النهائي من الفرق المحترمه بتضم نخبه ولاعبي منتخب مصر، فرقتنا ما شاء الله كل اللعيبه تقريبا 6 أو 7 لعيبه القائم الاساسي للمنتخب، دي خطوه ان شاء الله رب العالمين في اعدادنا للمنتخب في الفتره الجايه، لان احنا عندنا كاس عالم في شهر 11 اللي جاي باذن الله، عايزين ان شاء الله نرجع لمنصات التتويج على المستوى العالمي، وطبعا بشكركم طبعا على وجودكم معنا النهارده وبالتوفيق للجميع. خلصت تفاصيل اخبار حلقتنا النهارده، خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيفنا النهارده كابتن طبعا منتخب مصر ونادي الزمالك وحارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني محمود خليل فلفل، وكلام كتير جدا بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا الحوارية، زي ما قلت لكم النهارده كلام كتير جدا اكيد هنتكلم فيه مع من افضل لاعبي او حراس المرمى طبعا لكرة اليد في منتخب مصر وكمان في نادي الزمالك، منورني النهارده فلفل
فلفل الكره كره اليد المصريه. فلفل انا مبسوطه ان انت موجود معايا النهارده، واكيد في البدايه ببارك لك يعني الفوز الاخير طبعا بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. الف مبروك. الله يبارك. حاجه مش جديده عليكم يعني، ما شاء الله نمسك الخشب كل شويه الاقيك ماسك كاس ورفعه وحاجه. الف مبروك ودايما مزيد ان شاء الله من البطولات. الله يبارك فيك. الحمد لله، ودايما هتصار بكؤوس كتير بقى ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه يعني خليني اتكلم معاك عن البطوله الاخيره، يعني قبل الفصل كنا بنتكلم عن الاجواء وبتقولي كانت اجواء صعبه جدا، ولكن الحمد لله في الاخر توجتوا ببطوله كاس الكؤوس. كلمني عن الكواليس اللي كتير من المشاهدين ما يعرفوش. بص، هو في الاول البطوله كانت في بلد النيجر. الاقامه نفسها كانت فيها حاجات صعبه. انت رايحه درجه حراره 45، رطوبه عاليه. الاوض اللي انت قاعده فيها التكييف نفسه شغال بس ما تحسيش بيه اصلا، يعني انت على طول تحس انك قاعد عرقانه جوه الاوضه، الجو حر. الشارع نفسه طبعا درجه حراره عاليه جدا. النوم ما بتعرفيش تنامي بالليل بسبب قله الهواء الساقع جوه الاوضه. الاكل مش احسن حاجه طبعا. صاله التمرين نفسها كانت صعبه، يعني احنا اول ما رحنا النور قطع علينا جوه الصاله. الرطوبه نفسها عاليه جوه الصاله، ده كان صعب الامور على اللعيبه شويه في التمرين او في بدايه الماتشات او في ماتش السوبر كان بالاخص، كان لسه التكييف ما اشتغلش جوه الصاله، كانت الكور بتزحلق. لا ما كانتش الدنيا احسن حاجه خالص، يعني ما كانش في يعني ما كانش في حاجه كويسه اقدر اقول لك انها كانت لا كويسه. يعني هي الظروف كلها كانت عكس اي حد ياخد بطوله، يعني مش مؤهله ولا بتساعد خالص ان ممكن حد الظروف تبقى مهيئه ليه انه يقدر يلعب. يعني الامور كانت صعبه. كان امبارح كان معايا حميد ومعايا طه، الاثنين برضو قالوا لي الظروف كانت صعبه. طبعا هم حراس النادي الاهلي، قالوا لي علينا وعلى الزمالك، قالوا لي الامور كانت صعبه جدا. بالظبط، احنا قاعدين في نفس الفندق، فالامور كانت ونفس الصاله بنتمرن عليها ونفس الصاله بنلعب عليها. يعني كل حاجه، فالامور كانت علينا وعليهم. حتى لما كنا قايلين تحت في الريسبشن كان يجي مثلا يسالونا انتوا التكييف عندكم عامل ايه، احنا نسالهم التكييف عندكم عامل ايه. كنا على الاقل لو في دور احسن مثلا نحاول نشوف اوض فيه. في ناس نقلت من كذا اوضه كل مره، يعني كل يومين ثلاثه تلاقي ناس بتنقل، اصل التكييف هنا مش كويس يعني معدوم، في اوض شويه التكييف فيها هي دوب يعني على الساعه كده مثلا 3 4 الفجر لما الرطوبه تروح والشمس طبعا خلاص راحت حرارتها وكل حاجه، بتلاقي الدنيا في شويه هواء في الاوضه تعرفي تنامي عليهم، بس تيجي الساعه مثلا 10 الصبح تحس ان طبعا الاوضه فيها نار جوه. فكان الموضوع لا ما كانش احسن حاجه خالص، كانت صعبه. يعني المباراة الأولى أن أنتوا لعبتوها خسرتوها قدام النادي الأهلي، وأكيد أنك تقعد من المباراة الأولى للمباراة الثانية في الأجواء اللي أنت بتحكيها دي أكيد ظروف صعبة جدا، خسرانين بطولة، النفسية مش أحسن حاجة، الظروف صعبة جدا، كل حاجة تخليكوا عايزين ترجعوا. إيه اللي حصل في الوقت ده خلاكوا قدرتوا ان انتوا تعدلوا النتيجه وتبقوا او تحصلوا على لقب كاس الكؤوس الافريقيه؟ بص، احنا بعد ما خسرنا اول ماتش كان الموضوع صعب شويه، لان حتى سيناريو الماتش كان صعب. يعني سيناريو الماتش كسبان لحد دقيقه 27، حصل كده كام غلطه فقدنا التقدم ده وخسرنا الماتش. تمام، بعد الماتش على طول اتكلمنا مع بعض، المدرب جه قعد معانا تمام، وكابتن حسام غريب وكابتن حماده، الناس كلها جت قعدت معانا. تمام، اتكلمنا ان احنا لازم نعدي الخساره دي، لان عندنا بطوله كمان يومين، كانت ماتش كان يوم 8 بطوله كانت يوم 10. تمام، ومن بدايه البطوله احنا عارفين ان كده كده الفاينل ان شاء الله ما بين اهلي وزمالك، لان يعني مستوى الفرق اللي موجود مش احسن حاجه. فاحنا نفسيا حاولنا نهيئ نفسنا. طبعا في الاول كان يعني كل يوم بيعدي بيقربك اكتر من ان انت عايزه تلعب الماتش ده. في البدايات كانت صعبه، بس كل يوم بيعدي بنحاول ننسى الخساره اللي فاتت، وفي نفس الوقت مش ننساها ان احنا خلاص خسرنا، لا نعوضها ازاي بمكسب. كان عندكم دافع كبير ان انت عايز تنزل، لا انا هكسب بقى. بالظبط، يعني انا شخصيا اللي يجي يكلمني اقول لهم يا جماعه والله انا مستني يوم 19، انا عارف ان الماتشات يعني اللي بنلعبها دي، حتى المدرب نفسه قال لنا، يعني المدرب نفسه قال لنا دي ماتشات خدوها كتدريب، تتعودوا على الاجواء، خدوا بالكم حدش يتصاب. بس انما كفكره ماتشات لا، هي يعني الاحترام لكل الفرق اللي بيلعبها، بس ما كانتش جامده. تمام، احنا كلنا مستنيين يوم 19 وبس، هو ده تركيزنا كله من يوم 10 ليوم 19، احنا مستنيين الماتش ده. على الرغم من ان المباراه الاولى كنتوا انتوا اللي ماسكين الجيم وبعد كده الامور اختلفت، المباراه برضو مباراه يعني بطوله كاس كؤوس الافريقيه اللي انتوا حصدتوا فيها اللقب، برضو يعني كان الاهلي هو اللي ماسك الجيم في الاول والامور. بصي، هو في الاول احنا كنا كسبانين، بعد كده اهلي تعادل نهايه الشوط الاولاني، تعادلنا الماتش، خلص تعادل،
ما كانش شوط تاني الاهلي فرق واحد فرق اتنين بدا يفرق واحد اتنين ما عدتش عن اتنين بعد كده تعادلنا بعد كده احنا فرقنا واحد في الاخر وكسبنا جيم رايح جاي يعني طيب انت في الماتش ده كنت حاسين يعني انت كان عندك ثقه ان انتوا ان شاء الله هتفوزوا بالمباراه بص انا بدايه الماتش زي ما قلت لكم كنا كسبانين كان عندي ثقه وشايف اللعبه مركزه جدا والدنيا ماشيه كويس بعد كده حصل تعادل ما فيش مشكله احنا ماتشاتنا مع الاهلي يعني ماتش صعب فالطبيعي ان هو يخلص في الاول بس هو الواحد ابتدى يتهز شويه بس في لما بدا الاهلي ممكن لا برضو مش كده لا لما احنا ابتدينا مثلا نيجي نجيب التعادل الكوره ما تدخلش جون تيجي في العارضه تطلع بره كذا هجمه ورا بعض كان يحصل نفس المشكله دي الكوره تعكس معاك فاحس ان انا بس كان مطمني الحمد لله في الوقت ده انا فقت يعني في الدقيقه الرابعه كده او الخامسه مش الثاني صديت كام كوره ورا بعض فالحمد لله كنا ماسكين في الماتش بس كنت مثلا صد الكوره تروح تضيع لا نحاول تاني وندافع وربنا يكرم وصد كرة تانية فبدنا انت عايز تصد هم يروح يجيبوا يعني فهي عمالة تضيع كل ما انت تصد بس انا يعني زي ما بقولك طول ما هو السكور قريب ما كنتش قلقان ابتدأ لا لما فرقه 24-22 حسيت ان الماتش ابتدى يعني يفلت شوية بس بعد كده برضو الحمد لله تعادلنا اول ما تعادلنا لا قلت خلاص ان شاء الله الماتش ده بتاعنا يعني مش سهل اللي احنا نفقد التعادل تاني ولا سهل نسيب الماتش كده طيب فلفل قول لي ايه الفرق بين نهائي البطوله ومباراه السوبر اللي كانت قدام الاهلي بصي كصاله الصاله كانت احسن بكتير في ماتش السوبر قصدي ماتش الكاس الكؤوس يعني الماتش الثاني كانت الصاله احسن الماتش الاولاني ما كانش فيه تكييف خالص كانت الصاله ما لحقناش نمر عليها غير يوم بتزحلق الكور ما كناش لسه اللعيبه ما كانتش عارف متعوده على الاجواء باللزق اللي موجود حتى كانت الدنيا صعبه يعني احنا في اخر ماتش جبنا لزق من فرقه انجولا بنات لازق كده نوع تاني غير اللي معانا تمام اللعيبه هي طبعا اضرب الموضوع ده اكتر مني لان هم بيستخدموه اكتر يعني فهم طلبوا تغيير اللزق التكييف اشتغل شويه الماتش التاني مع ان مش احسن حاجه بس يعني كان لا كانت فرق الصاله شوي. كانت الصاله الماتش التاني احسن نوعا ما شويه طيب مباراه السوبر يعني الخساره كانت مفاجاه بالنسبه لك ولا كنت قلقان من قبل الماتش بصي هو ما فيش ماتش اهلي وزمالك تتوقع نتيجته احنا قبليها لاعبين مثلا احنا لعبناهم 9 ماتشات قبليها لاعبين 7 احنا الحمد لله 7 ده ما خسرناش منهم حاجه 2 تعادل و5 مكسب بس كل ماتش اهلي وزمالك خصوصا هم دعموا باتنين محترفين فهم بيعملوا عليهم برده انهم يقربوا من الزمالك انهم يحسنوا نفسهم تمام كده فطبيعي ان الماتش ده ماتش يعني هي الفكره ان في اي ماتش كاس او ماتش بطوله بتنزلي انت مش ضامنه حاجه يعني ظروف الماتش ممكن انت ما تبقيش موفقه ممكن يبقى الفرقه الثانيه احسن ممكن يحصل لا قدر الله اصابه يحصل كان يعني ماتش وطبيعي ما فيش حاجه للتعويض هي هو جيم واحد بالظبط هو ده اللي حصل ان احنا زي ما بقول لك لحد 27 كسبانين حصل كام غلطه كده خسرنا بيهم ماتش طيب بعد الخساره دي الفريق قول لي الفترة اللي انت كنت بتقول لي كنت كل يوم مستني يوم 19 يجي، ايه اللي حصل؟ استعديتوا ازاي لكأس الكؤوس؟ بصي احنا زي ما قلت لك المدرب بتاعنا كابتن اوليفر كان بيقعد يتكلم معانا كابتن احمد الاحمر طبعا ومحمد رمضان وكريم كباتن الفريق يعني الكبار كانت الناس بتلم بعضها حتى ما بيننا وبين بعض في الاوض كأي اتنين قاعدين او اي مجموعة قاعدة ان احنا اللي مهون عليه شويه اللي احنا لازم نرجع كسبانين البطوله يعني ما ينفعش انت خسرت بطوله ما ينفعش قاعده بعديها 10 ايام او 11 يوم تخسر الثانيه كمان تخسر الثانيه وترجع المسافه دي كلها او الرحله دي كلها وانت خسرانه برده بطوله كمان يعني ما ينفعش هو ده كان كلامنا كله ان احنا ما ينفعش نرجع خسرانين الرحله صعبه يعني انت رايحه في 14 ساعه وجايه في 14 ساعه غير الترانزيت غير الظروف غير كتير فهو ما ينفعش ان احنا نرجع خسرانين وده كان اتفاقنا كله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب البطوله على الاقل حتى كمان نبقى ناهيين الموسم ببطوله يعني احنا لعبنا الموسم ده 6 بطولات كسبنا 4 وخسرنا 2 بس طيب يعني مواجهه الاهلي والزمالك الموسم ده تقريبا كان 8 مرات 9 9 9 انت قادر انت هت انا قلت تقريبا ما قلتش 8 بالظبط كانوا 9 مرات هل ده يعني بيقلل الحماس انت طول الوقت بتواجه ولا بيزود الحماس لا هو بيزود الضغط يعني الضغط انت يعني بتلعبي تقريبا منافس ليكي 9 مرات ما فيش حد في العالم تقريبا يعني في اي ديربي ما حدش بيلعب حتى 9 مرات دي يعني انت ظروف الموسم هي اللي حطتك ان انت تلعبي الاهلي 9 مرات الطبيعي يعني ممكن يبقى 4-5 بس 9 دي هي ظروف الدوري نفسه نظام الدوري نفسه احنا في فرق ملعبينها 7 ماتشات في فرق ملعبينها 5 في فرق ملعبينها يعني انت سبورتنج نفس الكلام انت سبورتنج من اول الدوري بعد كده 6 بعد كده 4
بعد كده ماتش الكاس الفاينل ملعباه كل ده، فطبيعي ان يعني لا ماتشات الاهلي والزمالك صعبه. فتخيل انت المنافس بيقابل المنافس 9 مرات، فموضوع ضغط نفسي غير طبيعي، ومطلوب منك كل مره انك تلعبي كويس، مطلوب منك انك تكسبي، مطلوب منك انك تأدي احسن حاجه عندك، فالموضوع ما كانش سهل خالص. طيب هل يعني ان انت تقابل كتير المنافس بتحفظه؟ يعني بيبقى بالنسبه لك خلاص انت حفظت كل اللعيبه وحفظت كل طريقتهم وده بيلعب ازاي وده بيلعب ازاي، يعني بيبقى اللعب على المكشوف زي ما بيقول. اللي انت بتقوليه ده صح جدا، ده بيصعب الماتش اكتر. صح، بس انت عندك نقطه بقى، ان الاهلي غير مثلا 3 مدربين تقريبا في الموسم، فانت كل مدرب بيتغير مش عارفه طريقه اللي جاي ايه او عامله ازاي او بيفكر في ايه. بس احنا كلاعيبه او كجوان يعني بالاخص بنبقى يعني نفس اللي هناك، حميد وطه وانا وكريم وسبكي مثلا، بيبقى نفس الموضوع، ان انت لعبت اللعيبه دي، اللعيب خلاص انت ملعبها 9 ماتشات في نفس الوقت بتنزلي، حتى سيناريو انه ممكن يغير، بس يعني ده ريسك، فبتلعب على اللي انت عارفاه. انما كشغل مدربين هم غيروا مدربين تقريبا 3 مرات يعني لحد المدرب الاسباني الاخير، فكل مدرب بيجي ليه شغله، كل مدرب بيجي ليه طريقته، بس كشغل جماعي. انما كلاعيبه لا، احنا اكيد طبعا من كتر اللعب حفظنا اللعيبه. انا كفريق منافس ممكن في وقت من الاوقات اشوف ان التغيير الكتير ممكن ما يبقاش لصالح الفريق، يعني ممكن تكون الاستقرار اوقات بيصب في النتائج، لكن لو النتائج مش ماشيه بيبقى غصبا عنه لازم يغير. المدرب الاخير مع النادي الاهلي ما كانش بقاله فتره كبيره، هل انتوا كنتوا بتفكروا في ده؟ يعني ان هو ما بقالوش فتره كبيره ممكن ده ياثر بالسلب؟ بصي، هو موضوع ما بقاش فتره كبيره ده ممكن ان طريقه اللعب لسه ما تعودوش عليها، بس مع كل تغيير مدرب او كل اضافه لعيب بيجدد الدوافع بتاعته. يعني هو مثلا كان كابتن طارق محروس ماسكهم قبل كده، كابتن طارق مشي جه مدرب جديد، فعنده حته حتى لو خسران مثلا من الزمالك 2-3، فالمدرب اللي جاي عنده دوافع جديده، أكيد عاوز يقدم للعيبه، عايز يكسب، عايز بالظبط. فاللعيبه بتاخد الدوافع دي من المدرب، فبينزل بدوافع ثانيه خالص، اكنه ما لعبش الزمالك، الشكل مختلف تماما، بالظبط اكنه ما لعبش الزمالك ولا ماتش. فبينزل الماتش اللي بعده انا دوافع جديده، مدرب جديد، مثلا مدرب جديد جه مدرب ثاني معاه اللي هو الاسباني الاخير، فده دوافع جديده بنظام جديد، عنده بطولتين كانوا مهمين او 3، هو لعب معانا 3 بطولات معاه، يعني معاهم 3 بطولات قصادنا، تمام. فكل بطوله بتتلعب دي دوافع جديده ليهم ان الموسم لسه ما خلصش. بس فانا شايف هي كده ليها ميزه وليها عيب في نفس الوقت. انتوا لعبتوا الاهلي 9 ماتشات السيزون ده، يعني انتوا كسبتوا كام ماتش وخسرتوا كام ماتش؟ انا كسبت 8، كسبت 6، تعادلت 2، خسرت 1. خسرت ماتش 1 بس. طيب المدرب برضو المدير الفني لنادي الزمالك كان جديد في اول السيزون، كلمني عن يعني قعد معاك وقال لكم ايه، كانت دوافعه ايه مع بدايه السيزون، الراجل كان طموحه ايه اول ما جه؟ اكيد قعد واتكلم معاك. احنا المدرب بتاعنا مدرب على المستوى الانساني محترم جدا، على المستوى التدريبي ممتاز، تمام. الراجل اول ما جانا اول موسم جه لقى اللعيبه موجوده، لعيبه موجوده، لعيبه في المنتخب، مرن الموجودين لحد ما بتاع المنتخب جم قبل بطوله السوبر تقريبا ب 10 ايام او 12 يوم، خدوا 3 أو 4 أيام اجازه، نزل يا دوب ما لحقناش يعني، حتى ما حدش لحق يتعود على السيستم بتاعه. نزلنا قدام الاهلي اول كانت اول بطوله لينا في الموسم، الحمد لله كسبناها بكره تحت الدرع الاخيره، تمام. واحده واحده الناس ابتدت تتعود على السيستم بتاعه وعلى النظام بتاعه جوه اللعب وعلى افكاره هو كمان. فانت حتى لو خدت بالك احنا الحمد لله الدوري ده السنه دي ما خسرناش ولا ماتش، احنا كسبانينه من غير ما نخسر ولا ماتش يعني، فخلاص الناس كانت اتعودت. والدروبات اللي كانت بتحصل يعني دي كانت دروب مثلا ضيوف بالنسبه للفرقه، مش موفقين في حاجات، في حاجات مش احسن حاجه، بس هو كمدرب لا عنده نظام وعنده سيستم وحاول على قد ما يقدر يحافظ على الفرقه، وكان هو كان عنده ميزه كويسه جدا ان هو بيحضر للماتش كويس جدا جدا جدا. يعني اكيد كل واحد فيه عيوب طبيعي، مش حد كامل، بس هو كمدرب على المستوى الفني ممتاز وعلى المستوى الانساني يعني فوق الوصف. والراجل بصراحه كمان كان بيحضر الماتشات كويس جدا. انت بتتكلم عن المدير الفني بقناعات كبيره جدا باينه في طريقه كلامك، قد ايه بتفرق يعني قناعات اللاعبين بالمدير الفني، قد ايه بتفرق وبتترجم جوه الملعب؟ لا انت لما تكوني واثقه في المدرب والمدرب واثق في اللعيب، الموضوع بيترجم جوه الملعب بحاجه كويسه جدا. يعني زي ما قلت لك، هو اكيد كل واحد ليه عيوب، كل واحد مثلا ممكن يبقى فيه طريقه هو ممكن ما تبقاش مناسبه لينا 100%، بس احنا كلعيبه لازم ننفذ اللي هو عاوزه برده 100%. والراجل زي ما قلت لك هو هادي جدا، يعني هو لما يجي يتكلم على الفرقه بيحترم اي فرقه باللعيبه، اي فرقه يعني اي فرقه هتلعبيها من اول الدوري لاخر الدوري
بيعامل كل واحد يعني بيدي نفس الاهميه لكل فريق. في المحاضره بتاعه الماتش هتلاقي حاطط لوجو الفرقه، ما اعرفش هو كان بيجيبه منين الصراحه، يعني انا والله في والله بجد حاطط لوجو الفرقه اللي هتلعبيها زي ما قلت لك اول الدوري زي اخر الدوري، بيتكلم على الفرقه اللي قدامنا باحترام جدا، ان احنا لازم نلعب باحترام، لازم ننزل نقد احسن حاجه عندنا، ما نبصش فرقه قدامنا ونكسب الماتش. يعني هو ده كان كلام الراجل. الاهلي بما ان هو يعني كان المنافس لينا الاقرب في كل البطولات تمام كده، كان برضو لما نيجي نلعبه اول ماتش زي اخر ماتش الكلام ان احنا لعبناهم كتير، اكيد هم حافظيننا واحنا حافظينهم، بس لازم من جوانا يبقى عندنا دافع ان احنا لازم نكسب، ودي اخر بطوله لينا مع بعض. وكانت في ناس طبعا ماشيه من الفرقه، يحيى وسيف، ويعني في ناس كانت ماشيه فرقه، لازم كلنا نروح مبسوطين ولازم نكسب، وده كان كلام برضو كابتن حمد الروبي برضو. يعني يعني طيب اكيد لما بيبقى يعني فرقه نادي الزمالك ما شاء الله كلها نجوم، ولكن في نجوم ممكن لما تمشي يعني انت كفلفل ممكن تفكر يعني مين هيبقى البديل، هيبقى بنفس المستوى. يحيى الدرع طبعا، رحيل واحد زي يحيى الدرع نجم من نجوم نادي الزمالك، شفته ازاي؟ بص طبعا يحيى ده كان قراره تمام كده، وان شاء الله ربنا يكرمه فيه. قعد معانا 4 سنين، يعني انا هو جه بعد بسنه، قعد معانا 4 سنين. يعني اقدر اقول لك من يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني مفيش حاجه توصفه بجد. يعني شخص بيخاف على الفرقه جدا، شخص بيبذل اقصى مجهود عنده، ما بيأثرش في حاجه، يعني جدع جوه الملعب جدا جدا جدا، ما بيحبش يخسر تمام. فهو زي ما قلت لك جات له فرصه احتراف عشان المنتخب وعشان هو يلعب في ليفل تاني خالص، فربنا يكرمه ان شاء الله ان شاء الله. يعني زي ما قلت لك يعني نادي الزمالك طول السنين اللي فاتت ما كانش فيه يحيى، كان فيه كابتن احمد الاحمر، كابتن حسن يسري، كابتن ريشه، يعني زي ما قلت نادي الزمالك ولاد بالنجوم. يعني هي ما فيش اكيد ما فيش حاجه، اكيد يحيى ممكن ياثر، بس كفرقه او كنادي طبعا لا، النادي بقاله مثلا بقاله 30 سنه بيكسب، فاكيد يعني مش هتاثر برضو التاثير الكامل. اكيد ان شاء الله الفرقه اللي موجوده تقدر تشيل، نعوضه بناس، فان شاء الله نستمر في المكسب. يعني ان شاء الله اتمنى له التوفيق، هو من الاوراق الرابحه لمنتخبنا الوطني. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين حوارنا الممتع مع فلفل كره اليد المصريه، ابقوا معنا. مرحبا بحكم مره تانية، لسه مكملين حوارنا النهارده مع محمود خليل فلفل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر في ليج كره اليد. فلفل عايز اسالك، يعني فريق الزمالك طموحه ايه الموسم ده؟ الموسم الجاي يعني ان شاء الله اكيد يعني طموحنا اي بطوله ندخلها نكسبها ان شاء الله، احنا فرقه كبيره ونادي كبير، فالطبيعي ان انت بتنافس على كل البطولات. فان شاء الله، بس احنا لسه ما نعرفش يعني الموسم الجاي في بطولات ايه. طبعا في الدوري اكيد والكاس، بس ما اعرفش بقى في افريقيا ابطال دوري ولا ما فيش، في ابطال كؤوس ولا ما فيش، مش عارف لسه، بس اي ان شاء الله بطوله هندخلها ان شاء الله هنكسبها. لكن الطموح ان شاء الله على كل البطولات. طبعا انت نادي كبير ونادي منافس. يعني مستوى حراسه المرمى في مصر شايفه ازاي؟ لا يعني انت بتتكلمي في حراس طبعا جامدين، كريم هنداوي، عصام الطيار، محمد علي، حميد، طه هادي، فلا طبعا انت عندك يعني كذا جون ما شاء الله واعمار مختلفه، فلا فالمستوى مطمئن جدا يعني. طيب بالنسبه لل يعني امبارح برضو سالت يعني حراس مرمى النادي الاهلي عن العلاقه الطيبه، حميد وطه سالتهم امبارح، انا بسالك النهارده انت بشكل شخصي، ايه العلاقه؟ يعني العلاقه ما بينكم اللي بنشوفه قدام الشاشه ده زي يعني جزء من اللي بره اللي الناس ما بتشوفوش، بينعكس على السوشيال ميديا من جماهير كره اليد. في الحقيقه بحس ان هم كانوا بيشجعوا المنتخب، يعني ما بشوفش نوع من انواع التعصب مثلا زي كره القدم. لا مش هتلاقي تعصب خالص، يعني انت بعد اي ماتش حتى لما اي فرقه بتكسب هتشوف الفرقتين واقفين مع بعض، ما فيش مشاكل ما بيننا. اللعيبه قبل الماتشات قبل ما ندخل الملعب على طول هتلاقيهم واقفين بيهزروا مع بعض، بيتكلموا مع بعض، لان خلي بالك انت اللعيبه دي بتقعد مع بعض اكتر ما بتقعد مع اهاليها في البيت. يعني انت معسكرات المنتخب بتبقى بالشهور، فاللعيبه دي على طول مع بعض، فهو بس بيبقى ايه لو في شويه عصبيه او تنشنه بيبقى 60 دقيقه بتوع الماتش بس، ما بعد الماتش لا خالص. وقبل الماتش حتى يعني احنا بنصلي، كنا بنصلي مع بعض في النيجر تمام، على طول بنقابل بعض في الريسبشن بنتكلم مع بعض وبنهزر مع بعض، فما فيش الكلام ده خالص، ما فيش اي نوع من انواع التعصب يعني. طيب كنت في النيجر هناك وانت بتشتكي وهما بيشتكوا، الامور صعبه جدا، وواضح ان انتوا قعدتكم مع بعض هي اللي كانت بتهون كتير. بعد مباراه السوبر ايه اللي حصل؟ يعني اكيد كنتوا زعلانين مثلا، قعدتوا مع بعض واتكلمتوا؟ يعني هما كسبانين فرحانين، انتوا زعلانين؟ بعد الماتش على طول لا، يعني احنا كنا في الاوض بتاعتنا ما خرجناش تمام.
ممكن بعد الماتش بيوم بقى ابتدينا عادي خلاص بنشوف الريسبشن على الفطار، بيشوفونا في الغداء، بيشوفونا احنا رايحين التمرين وهم جايين التمرين. فالكلام عادي جدا يعني. هو ماتش وخلص، بس كل واحد جوه دافع طبعا ان يكسب الماتش الجاي يعني. العلاقه بره الملعب غير جوه الملعب. انا بنزل الملعب صاحبي وحبيبي كل حاجه، بس ما ينفعش اخسر. هو نفس الكلام برضو يعني، مش انا بس يعني، اكيد هو كمان نفس الكلام. الماتش يخلص خلاص انا حباب واصحاب ونسلم على بعض. بعد كاس الكؤوس بقى انتوا كسبتوا فالوضع اختلف شويه؟ لا سلمنا عليهم عادي، هم سلموا علينا، بس احنا ما حناش نشوفهم في الاوتيل خالص. هم كان عندهم طياره الساعه 1 يعني. يعني احنا كان 9 الصبح، هم كانوا الساعه 1 قبلنا ب 8 ساعات. بس احنا علاقتنا ببعض كناس لا كويسه جدا يعني. ممكن لو حد شاف واحد شاف واحد مثلا في اي في جيم مثلا، في الشارع، في تجمع المنتخب، لا هتلاقي علاقه بين مين. قريب ليك من لعيبه النادي الاهلي؟ بصي انا ما لقيتش حد كتير يعني غير اسلام ومصري، اسلام حسن ومصري وحميد يعني، بحكم هو طه ان احنا جوان يعني. حتى بين الشوطين بنروح نتكلم يعني، بعد ماتش السوبر في ماتش السوبر بين الشوطين اتكلمنا، في ماتش ابطال الكؤوس الشوط الاولاني خلص رحت قلت له انت ماشي كويس ربنا معاك يعني. لا عادي يعني عادي. هو بعد الماتش حتى كمان بعت لي رساله اتكلم معاه كويس، قال انت ماشي كويس، مشيت لعبت كويس الماتش ده ربنا يكرمك، وانا قلت له ان شاء الله ربنا يكرمك. فعلاقتنا كويسه ببعض يعني. هل انت من يعني انت كحارس مرمى اكيد بتقرا حارس المرمى كويس جدا، تقعد تتكلم مع اللعيبه بتاعتك يعني ساعات مثلا؟ الصراحه يعني دي بعيده عن الصحوبيه بقى يعني. احنا اصحاب، احنا جوه الملعب ما يعني رياضه منافسه شريفه يعني. مثلا بتبقى مثلا عارف يعني عنده مثلا نقاط ضعف فتقول له خلي بالك من كذا، العب على كذا، بتقعد مع تتكلم معاه؟ طبعا مش هضحك عليك اقول لك لا لا يعني. وهو اكيد نفس الكلام برضو، ما هو خدي بالك يعني احنا في الاخر في الاول احنا عاوزين نكسب وهم عايزين يكسبوا اكيد، تمام؟ فدي منافسه شريفه يعني. اللي يعرف حاجه بعيدا عن حد يأذي حد او الكلام ده كله، ده لعبه عادي. هو لو شايف ان فلفل عنده نقطه ضعف كده راح يقول للاعيب بتاعه، انا نفس الكلام. وفي الاخر في الاول ربنا بقى اللي بيكرم يعني، او يعني التوفيق ده بتاع ربنا يعني. طيب هل يعني منافسه حراس المرمى شايف ان هي ممكن تكون ظالمه وعكس اللاعبين؟ ظالمه في ايه بالظبط؟ ان ممكن يعني هو بيبقى حارس بيلعب بيتغير ممكن في الشوط الثاني، بس يعني مفيش فرايتي يعني مفيش لا بص الهاندبول عموما ما فيهاش زي القدم يعني. انت القدم ممكن في حارس يفضل يلعب 4-5 شهور سيزون كامل لغايه لما يتصاب، حد ما يتصاب او مستواه يحصل فيه دروب فالحارس الثاني ينزل. انما انت في كره اليد لا، انت ممكن تنزلي 5 دقائق يبقوا هم بالماتش كله، ممكن تنزلي شوط، ممكن تنزلي ماتش كامل، ممكن تنزلي بيلين يعني. المهم المطلوب منك كحارس تعمليه، سواء بقى دقيقه، نص ساعه، ربع ساعه، ماتش كامل، ما المطلوب يتعمل ده. دي وجهه نظري الشخصيه يعني، ان انا في اي وقت الفريق يحتاجني ابقى موجود، لان الكوره بتفرق يعني. الكوره الواحده بتفرق في الماتش، فدي وجهه نظري الشخصيه يعني. مين كان مثل اعلى فلفل اتعلم منه كتير في حراسه المرمى؟ بص هو بالنسبه لمصر يعني كان طبعا كابتن حماده النقيب وكابتن حماده الروبي، تمام؟ دول على منتخب مصر. وطبعا كان عندنا في نادي الطيران كابتن محي صلاح يعني، انا وعيت لقيته هو يعني جول نادي الطيران. في مباراه بتتلعب دلوقتي يعني مش عايزه اخرج بعيد طبعا 34-30، خلينا نفرحك كده احنا على الهوا، ده لصالح الزمالك. طب كويس يعني المباراه 34-30 لصالح الزمالك مع اتحاد المانشستير في الدور قبل النهائي. الزمالك قابل اتحاد المانشستير السيزون اللي فات في النهائي، مباراه ما كانتش سهله يعني. احنا معانا المباراه على الهوا اهي 34-30 لنادي الزمالك. شايف ان الزمالك لو تخطى ان شاء الله اتحاد المانشستير ممكن يقدر يحافظ على اللقب للسيزون الثاني؟ يعني اعتقد لان يعني بطل انجولا هو صاحب يعني الطرف الاولاني في المباراه النهائيه. بيترو لواندا كسب فاب صح؟ فهو ان شاء الله الزمالك يقدر يكسب ويحقق البطوله للموسم الثاني على التوالي يعني، تبقى حاجه طبعا ما حصلتش تقريبا يعني. طيب انجاز للفرقه نفسها وانجاز لنادي الزمالك. بعرف ان يعني الالعاب الجماعيه دايما بيتواصلوا مع بعض، بيدعموا بعض بشكل كبير، هل تواصلت مع حد من فرقه الباسكت قبل ما يسافر؟ بصي لا قبل ما يسافر لا، انا كنت عندي بطوله طبعا، فكنت في قصه تانية. انا في وادي تاني. بس احنا كفرقه علاقتنا بيهم كويسه يعني، بنسلم عليهم لما نشوفهم قبل التمرين، لو يعني بنتصل مع بعض عموما، فلا علاقتنا بيهم كويسه جدا يعني. الانجاز اللي حققه نادي الزمالك السيزون اللي فات في اول نسخه برعايه الام بي اي شفته ازاي؟ طبعا ده انجاز كبير جدا ان اول فرقه مصريه تاخد البطوله برعايه الام بي اي،
وان شاء الله يقدروا يكرروا الانجاز ده تاني بمكسبه ماتش النهارده وماتش الفاينل، ويبقى يعني انجاز ما حصلش في التاريخ خالص ان فرقه مصريه تاخد البطوله دي مرتين ورا بعض. كده احنا هنتابع يعني لغايه اخر الحلقه النتيجه ان شاء الله مع حضراتكم. خلينا نرجع مره تانية للهاند بول ومنتخب مصر. شايفه ازاي الفتره اللي جايه؟ منتخب ان شاء الله عنده بطوله في شهر 7، بطوله امم افريقيا. ان شاء الله احنا الاقرب يعني ان احنا نكسب البطوله دي، يعني دي وجهه نظر، يعني ان انت كسبانه تونس في تونس وعندك بطوله دي في القاهره، فانت ان شاء الله بدعم الجماهير والفرقه اصلا كمان العناصر اللي عندنا ما بين الشباب والخبره، فان شاء الله ان شاء الله نكسب البطوله دي يعني ونقرب يعني من عدد البطولات اللي كسبها تونس والجزائر ان شاء الله. احنا كسبانين تونس في تونس. صح؟ طيب انا عايزه اكلمك يعني بالنسبه للمنافسه في افريقيا، احنا شفنا ما شاء الله منتخبنا الوطني في كاس العالم وفي الاولمبياد، بالنسبه لافريقيا شايف ان في جاب ما بين يعني منتخب مصر والمنتخبات الافريقيه على المستوى الفني؟ طبعا انت يعتبر القريب منك منتخب تونس. تونس انما المنتخبات يعني الجزائر في احلال وتجديد، انغولا يعني فيها شويه ابتدت تدخل السباق بتاع المنافسه بس برضو لسه بعيد، فانا شايف النهايه ان شاء الله هيبقى مصر وتونس ومصر تكسب ان شاء الله. ان شاء الله الاولمبياد كنا قريبين جدا في طوكيو. زعلان انت؟ كنا قريبين، احنا كنا يعني كلنا امنا ان شاء الله هتكون يعني في ميداليه وللاسف يعني الظروف جت معاكسه، خسرنا فرنسا سيمي فاينل وخسرنا اسبانيا. بس انت بتلعب منتخبات برضو يعني طبعا اقوى منتخبات العالم. بس احنا كنا عاملين بطوله جامده قوي يعني وكنا قريبين فعلا. انت فرنسا الجون بتاعها يعني تالق في الماتش فده كان عامل لنا مشكله. تمام. اسبانيا انت خسرت فرق واحد تقريبا او حاجه كده يعني. الماتش برضو كان في الملعب واحنا كنا كسبانين يعني. بس اكيد انت عارف برضو ان الاولمبياد بتبقى يعني اقوى حاجة ممكن تلعبها، يعني الأولمبياد بعيدا عن كاس العالم وبطولات العالم، لا الأولمبياد معروفة أي لاعب أو أي رياضي بيحلم بميدالية أولمبية بعيدا عن كل الإنجازات اللي هو بيكون حققها، فوصول برضو منتخبنا يعني ودخوله المربع الذهبي أعتقد أن ده برضو إنجاز كبير جدا، يقدر بقى أنه هو في باريس إن شاء الله. طبعا ده إنجاز كبير جدا، وانت عندك لسه في زي ما قلتلك في عناصر شباب كتير في المنتخب، فانت بتتكلم في باريس 2024 فلا لسه يعني ده كمان سنتين هتبقى نفس قوام الفرقه دي بنفس قوام المنتخب مع عناصر الخبره مع عناصر جديده كمان اكتسبت اكسبيرينس في السنتين دول. فهتلاقي لا ان شاء الله يعني نقدر ناخد ميداليه بقى، مش يعني احنا البطوله اللي فاتت دخلنا رابع. تمام. خدنا رابع وكنا قريبين ان احنا نكسب ميداليه بس ان شاء الله ان شاء الله البطوله الجايه تبقى ميداليه بقى ان شاء الله. قادر المنتخب ان شاء الله؟ طبعا بالناس اللي موجوده دي طبعا قادر. انت دلوقتي بتتكلمي المنتخب كله بقى معظمه محترفين واللي مش محترف بيلعب في اهلي وزمالك، فطبعا لا طبعا المنتخب قادر طبعا. شايف ان عدد اللاعبين المحترفين اللي عمال يزيد كل شويه اكيد اوراق رابحه لمنتخبنا الوطني. طبعا ده بيديهم يعني انت بتلعب دلوقتي في ليفل تاني خالص عن الليفل الموجود هنا. خبرات اكتر، بتعرفي الدوريات او الفرق القويه بتلعب قدام لعيبه اصلا هي زي ما قلت لك بقى لعيبه المنتخبات المنافسه اصلا ليكي في البطولات، فطبعا كل ما اللعيبه بتكتر في الاحتراف كل ده ما يكون لينا احسن. انت عندك دلوقتي ما شاء الله مثلا 7 لعيبه مثلا، دودو سند لا ده كتير ما شاء الله. ممدوح هاشم خيري يحيى خالد وفي مختلف الدوريات سيف يعني سيف ويحيى الدرع، فبتتكلمي في 8 لعيبه هو ما اعرفش بقى ناس حد تاني ولا لا، محمد علي فبتتكلمي في 9 لعيبه وعصام الطيارة 10 لا ما شاء الله يعني اسماء كتيرة. ما احنا لو عدينا هننسى اكيد بالزبط. حد يعني فانت بتتكلمي ان العدد ده كله طبعا ولسه ان شاء الله السنين الجاية هيزيد اكتر، فالكلام ده هيفرق جدا طبعا ان شاء الله. فلفل اخيرا، طموحاتك ايه انت على المستوى الشخصي؟ نفسك تحقق ايه؟ نفسك تعمل ايه لسه ما عملتوش؟ والله انا نفسي اخد بطولة كاس مصر، مش عارف اخدها لحد دلوقتي والله. بعد كل ده والله يعني انت مش متخيله، انا لاعب مثلا في الزمالك الحمد لله بقالي 5 سنين. تمام. خدت كل البطولات اللي اقدر اخدها يعني الا كاس مصر. الا كاس مصر ما اعرفش البطوله دي في حاجه غريبه يعني بيحصل سيناريو كل سنه كده اغرب من اللي قبله. ابطال الكؤوس كنت اول مره العبها الحمد لله كسبتها خلاص. فهي مش ناقص غير بطوله كاس مصر، وان شاء الله طموحي ان انا يعني اقدر اعمل كل حاجه في الهاندبول اقدر اعملها، سواء الحمد لله افضل محافظ على مستوايا، اخد بطولات اكتر مع نادي الزمالك، فان شاء الله ربنا يكرم يعني وكل الكلام ده يتحقق ان شاء الله. فلفل انا بشكرك، شرفتني ونورتني، ان شاء الله تحقق كل نفسك فيه وان شاء الله تاخد كاس مصر يعني. والله سهله ان شاء الله مع الدوري بقى مع يعني ما يبقاش لوحده ان شاء الله مع الحاجات الجايه. بشكرك.
العفو عليك. خليني اقول لحضراتكم يعني قبل ما اختم حلقتي النهارده، انتهى الشوط الاول لنادي الزمالك امام اتحاد المانشستري الفتره الاولى والثانيه ب 40-35 لصالح نادي الزمالك في الدور قبل النهائي. في طبعا نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في بطوله البال برعايه الام بي اي، ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك يكون الطرف الثاني في النهائي ويكون للنسخه الثانيه من النظام الجديد او الشكل الجديد تحت رعايه الام بي اي تكون النسخه الثانيه من نصيب نادي الزمالك. بكده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بشكركم على المتابعه، الى اللقاء.